حضرة الوزير، متى يبدأ تطبيق الخطة بإعادة 15,000 شهريا؟ إن شاء الله بأقرب وقت. أنا مبدئيا معوي الخير على الهيئة السورية، إن شاء الله بيحددوا لنا موعد بأقرب فرصة. بس أنت حتنفذ الخطة أو كجانب لبناني؟ كجانب لبناني حضرتك، إذا ما إجيتكم البيانات اللي عم تصدر يوميا، واليوم صدر بيان عن UNHCR، هاي البيانات اللي عم تصدر يوميا هي اللي عم تأخر اللقاء مع الهيئة السورية. كنت أعلنت في السابق أنك ستزور سوريا لمتابعة هذا الموضوع، متى ستكون الزيارة؟ نعم، أنا اجت فترة أعياد، نعم، ولأني رايح مثل الدولة اللبنانية وإلي شرف أني مثلها، ولأني كلفت رسميا من فخامة الرئيس ومن مجلس الوزراء لازم يروح رسالة خطية عبر السفارة السورية إلى وزارة الخارجية السورية، وبيجي الرد من خلالهم. مش إنه بشيل التليفون وبحكي مع وزير الإدارة المحلية، لا، هيدي الشغلات بتاخد شوية وقت، وإشياء كمان بدها متابعة مع القيادة الأساسية، سيما إنه أنا بعت رسائل إنه هودي رح تطلبهم مفوضية الشؤون، بتمنى يكون حاضر الجواب لما نطلع. ماني أنا ماسك مهمة سهلة وعم ببرم فيها، أنا يعني أنا قاعد بين سيف ذو حدين، بدك ترضي هذا الطرف وترضي هذا الطرف، ما هذا الطرف عنده مخاوف كمان وعنده تجربة. انطلقت الرسالة إلى الجانب السوري حضرتك؟ بعتها شبيهة، عم تقلي في رسالة بتروح من رئاسة الجمهورية أو مجلس الإدارة؟ لا، بعتها للوزير الإدارة المحلية إنه هيدي البنود ممكن يطلبوها، ممكن يطلبوها، بدي ردكم حتى اعرف كيف بدي اتفاوض معهم. انا وزير الشؤون، وزير الشؤون طلع على بروكسل وحكي بالشيء اللي حكى فيه دوله الرئيس، ونحن بدنا مساعدات للبنانيين لانه 70% صاروا تحت خط الفقر. طيب خليني ضل مركزه على ملف زيارتك الى سوريا. ليش عم برددهم هودي؟ نعم، عم برددهم لانه الدوله السوريه عارفه نحن في عنا بلد مأزوم، والأزمة عم بزيدها وجود النازح السوري، وبالتالي طالعين نحل مشكلة، ما طالعين بس نعمل استعراضيات. هل النظام السوري راغب باحتضان هؤلاء أو بأن يعودوا إلى الأراضي السورية؟ الدولة السورية أول شيء واجباتها فيها تكون غير راغبة، لا، وتأذيهم. أول شيء واجباتها، لأنه في خوف، ما شفنا اللي أنا لمسته من وزير الإدارة المحلية اللي بيمثل الدولة السورية إنه مادين إيدهم للتعاون كلياً على عودة النازحين من لبنان بالطريقة اللي نحن عم نفكر فيها. في ضمانات إنه ما ينأذوا هؤلاء؟ الضمانات إنه يكون في نوايا سليمة، نعمل لجان متابعة.